الإخوة المؤمنين أعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين معنا، أرحب بكم هذا المساء باسم قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم. وأرحب أيضاً بكم باسم مجلس كنائس الشرق الأوسط بشخص أمينه العام دكتورة سوريا مشعلاني وجميع العاملين فيه ومعه. ونشكر أيضاً اللجنة الأسقفية للعلاقات المسكونية لإدراج هذا الاحتفال في هذا المساء على برنامج أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. كما وأود أن أشكر راهبات دير مار يعقوب البرادعي للسريان الأرثوذكس العطشاني على تقديمهن باقة من تراتيل التراث السرياني الذي سنبدأ به هذا الاحتفال. كلمة عن موضوع الصلاة لليوم الخامس. يتوجه النبي عاموس المتنبه إلى إعراض شعب الله عن التوبة وعن نداءات الله وأمانته من خلال النص المختار لهذا المساء إلى الذين يسحقون الفقراء والوضعاء في الأرض بممارسة الفساد والغش في تجارتهم، وهو يؤكد لهم أن الرب لا ينسى صراخ البائسين بل يسمع استغاثتهم. أما لوقا الإنجيلي فيعلن على لسان المسيح القارئ في سفر أشعيا النبي الإعتاق والتخلية للأسرى وعودة البصر للعميان والفرج للمأسورين. ولكي تتم هذه الآية وخاصة في زمننا الحاضر كما في الماضي، يؤكد كلاهما أنه بدون العدالة لا يستطيع ولا نستطيع أن ننتظر سلاماً في الأرض. معموديتنا تضعنا أمام هذا الواقع والتحدي أن نكون بدورنا مثل مخلصنا يسوع حاملين البشرى السارة إلى عالم اليوم، ليس فقط بالكلام بل أيضاً بالعمل. فلنعمل من أجل عالم أكثر عدالة. هذه هي الدعوة التي نتأمل فيها هذا المساء في صلاتنا المشتركة من أجل وحدة المسيحيين في العالم. احتفالنا الليلي رح يكون على ثلاث مراحل. أول شيء رح نسمع تراتيل رح يقدموا لنا إياها خياتنا الرهبات، ثم ننتقل إلى الصلاة يلي بيقودنا فيها سيدنا أفرام إغناطيوس أفرام، ثم ننتقل إلى تكريم الأنبا بيشوي. وشكراً على حضوركم جميعاً معنا من أجل الصلاة ومن أجل التكريم ومن أجل أن نكون معاً في خدمة الكنيسة وفي خدمة الوحدة. تفضلوا خير. Yeah.
يقنعوا عالي شبعين وترين عمودي هتقنعوا مين طورو تقاردو رومو ومعاليو أردي خلو دبنو بمراومي معمري بريخ تبنو العيد وتقين بو مذبحو موشا في رثبث عامي موشا في شليم ملكم ناصر لخ عيتو قديشتو ككوريثو مطفو نسف وثيخ ريحو دموني اخوارتو بنيسون كولي خايتو شافيرث مومو لو ملكم شيحهم ناطر لخ لصلي بسغدة هاليلويا ايوة هاليلويا شبيحة تريسة تودي خيري وما شنو نريش.
يسوع ونور.
دائما أبدا
وهو يفرح بلقائنا. بطلب منكم إذا بتريدوا نوقف لحتى نبتدي الصلاة. موجودة على الإكران، على السكرين، الشاشة. شبحوا لابو لبرو والروح قديشو حاضى له شريرو آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. سبحوا لله يا كل الشعوب، مجدوا لله يا كل الأمم، فقد عظمت علينا نعمته وصدقه باق أبدا. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد وعلى الأرض السلام، والرجاء البشر. رح نقرأ بالتناوب بين جوئين المزمور: احمدوا الرب لأنه صالح، لأنه إلى الأبد رحمته. فينا نجلس إذا بتريدوا. احمدوا الرب الإله لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن. فصرحوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم. أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. لأنهم عصوا كلام الله وأهانوا مشورة العلي. إلى الرب في ضيقهم فخلصهم في شدائدهم. كسر مصاريع نحاس وقطع عوارض حديد، والجهال من طريق معصيتهم ومن آثامهم يذلون. كرهت أنفسهم كل طعام وقربوا إلى أبواب الموت. فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. وليذبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. النازلون إلى البحر في السفن، العاملون عملا في المياه الكثيرة. هم رأوا أعمال الرب وعجائبه. يتمايلون ويترنحون مثل السكر، وكل حكمتهم ابتلعت. لا
فيصرخون إلى الرب في ريحهم ومن شدائدهم يغطسهم. يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. فيفرحون لأنهم هدوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. وليرفعوه في مجمع الشعب وليسبحوه في مجلس المشاري. يجعل الأنهار قفارا ومجاري المياه معطشة. والأرض مثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل القفر غدير مياه وأرضا يبسا ينابيع مياه. ويسكن هناك الجياع فيهيئون مدينة سكنة. ويزرعون حقولا ويغرسون كروما فتصنع ثمر غلة. ويباركهم فيكثرون جدا ولا يقلون لها إلى ثم يقلون وينحنون من ضغط الشر والحزن. يسكب روانا على الرؤساء ويضلهم في فيهم إلى طريق. ويعلي المسكين من الذل ويجعل القبائل مثل قطعان الغنم. من كان حكيماً يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته. نجتمع اليوم يا رب لنصلي معاً كحكماء يفطنون لمراحمك العظيمة. تتمحور صلاتنا على الاستغفار عن ضعفنا ووهننا وعلى الابتهال والشكر لعنايتك بنا على مر الأزمنة والأوقات وفي أحلك الصعوبات والمحن والتحديات التي تواجه كنائسنا في الشرق أفراداً وجماعات وعلى التضرع والطلب. فاستجبنا يا رب وارحمنا واشرق بوجهك علينا. نستغفرك يا رب على كل هفواتنا وخوفنا وعدم ثقتنا بك. أنت تحمينا وترشدنا دوماً إلى صخرة أرفع منا نلتجئ إليها ونحتمي بها في شدائدنا. نستغفرك لأننا عاجزون عن أن نعطي أجوبة عن الرجاء الذي يحيينا. نستغفرك من أجل انقسامنا الذي يستمر كجرح نازف في جسدك السري يمنعنا من الشهادة كاملة لك في العالم. نستغفرك عن مواقفنا الفاترة عند الحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة في مساندة الضعفاء والمتألمين والفقراء والمهشمين والمظلومين والمقتلعين من جذورهم المهجرين والمهاجرين. نستغفرك يا رب ونحن عالمون أنك عادل لا تحاب الوجوه على حساب الفقير بل تستجيب للمظلوم أيا كان. ارحمنا أيها الرب وإله الجميع واجري العدل والقضاء لشعبك المؤمن المنتظر رحمتك لأنك لا تقبل ذبيحة ظلم ولا ترتشي بالعطايا بل تواضعنا اقبل تواضعنا وأزل كبرياءنا. نبتهل إليك ونحدث بعظائمك ونشكرك من أجل كل العطايا الصالحة التي نلناها في كنائسنا جماعات وأفراد لأنك يا رب صخرة وينبوع للذين يلتجئون إليك. تجازي البشر على حسب نياتهم وتكافئ الإنسان على حسب أعماله. نبتهل إليك ونشكرك لأنك تنزل رحمتك وعدلك كالمطر في أوان القحط. نبتهل إليك ونتضرع لأنك لازلت تمتحننا وتمحص إيماننا مثل الذهب في النار. نبتهل ونتضرع إليك من أجل كل نية صادقة وصافية وكل رغبة حقيقية تلهم الوحدة وتحثنا لنكون كنيسة واحدة لراع واحد. ونتضرع ونطلب منك يا رب وليس لنا إلها إلا أنت
جدد الآيات التي صنعت لآبائنا ولإخوتنا حين كنت لهم حصناً منيعاً في الضيقات. نتضرع إليك ونطلب منك يا رب يا جابلنا من البطن أن تعطينا حواساً يقظة وقلباً فطناً وذهناً نيراً لتمييز الحسن من الأحسن، فنمتلئ بدورنا من عطاياك وكرمك. نتضرع إليك ونطلب منك يا رب يا صانع كل شيء وباسط السماوات والأرض أن تحل السلام في عيالنا وبيوتنا وكنائسنا وأديرتنا وقرانا ومدننا وفي الأرض كلها. نتضرع إليك ونطلب منك يا رب أن تجمعنا إليك، أنت الراعي الصالح والأمين، وأن ترد من شتاتنا تردنا من شتاتنا كما رددت سبي يعقوب، لنسبحك ونمجدك ونشكرك مع كل خلائقك من أعماق الأرض وأقاصيها ومن أعالي الجبال ومن البحر واليبس في السهول والأودية ومن المشرق ومن المغرب. اللهم اجعل أحكامك للملك وعدلك لابن الملك فيحكما لشعبك بالعدل ولبائسك بالإنصاف. تثمر الجبال سلاما للشعب يقضي لبائس الشعب جائر فيخشونك ما دامت الشمس والقمر إلى جيل الأجيال. ينزل كالمطر على الجزات كالغيوث التي تسقي الأرض. ينبت في أيامه صديق وكثرة سلام إلى أن يضمحل القمر بشرى السارة للفقراء. قراءة من نبوءة عموس. وبارك يا سيد. اسمعوا هذا أيها المتهممون المساكين، لكي تبيد بائسي الأرض قائلين: متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة، لنصغر الإيفة ونكبر الشاقلة ونعوج موازين الغش، لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين ونبيع نفاية القمح. قد أقسم الرب بفخر يعقوب: إني لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم. أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها وتطمو كلها كنهر وتفيض وتنضب كنيل مصر؟ Alleluia, Alleluia.
من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمى بالبصر، وأرسل المستحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم، والأمن والسلام لجميعكم. المجد لك يا رب، المجد لك. إخوتي أصحاب القداسة والغبطة والنيافة والسيادة، إخوتي الخوارنة والآباء الرهبان والأخوات الراهبات والمؤمنات والمؤمنين المباركين بالرب، نجتمع كل سنة حتى نصلي من أجل وحدتنا نحن تلاميذ الرب يسوع، وسمعنا كل هالصلوات وهالأدعية وهالتأملات اللي بتذكرنا إنه قبل كل شيء لازم نصغي إلى الرب يسوع مثل ما كان أهل الناصرة المجتمعين في المجمع، كانت عيونهم شاخصة إليه، طبعا كانوا ينتظرون تعليمه، ويسوع قال لهم اليوم تم هذا المكتوب، بمعنى أنه شرح لهم ما معنى الملكوت اللي وعده الرب لشعبه، أنه بيكون للذين هم حقيقة المهمشين في هذا العالم. نحن الحمد لله ما نحن مهمشين، نحن موجودين هون كأخوة أخوات نمثل، نقدر نقول المكرسين والمكرسات للرب لخدمة كنيسته. نحن بنعرف أولادنا المؤمنين والمؤمنات يمكن بيكونوا أكثر إصغاء واستعداد حتى يفهموا من الرب يسوع ماذا يريد أن يقول لهم، ويمكن اليوم إذا حضر يسوع الرب بيننا، هل يا ترى رح نعرفه؟ رح نقدر نسمع كلامه؟ نحن اليوم مدعوين أحبانا إلى أن نرفق الفعل بالقول، يا أما نحن تلاميذ المسيح يا أما نحن وللأسف نلتجئ للتمثيل. يسوع مثل ما بنعرف كلنا قال: من كان أولا فيكم فليكن خادما. إذن بالكنيسة لازم نتذكر إنه كل رئاسة كل مسؤولية هي للخدمة، وللحال أنتوا بتعرفوا شو هالاختلافات، ما بنسميها خلافات بس اختلاف بمفهوم الرئاسة الكنسية.
يسوع قالنا السبت جعل للإنسان، نحن وللأسف بعدنا نتمسك بأمور بأعراف وتقاليد ورسناها وما ننفتح على بعضنا البعض حتى حقيقة بنسبق خير الإنسان على كل زمان، إن كان طقسياً وإن كان يوماً في التاريخ عقد أو حدد بأحد المجامع، نحن نتذكر ونعرف كلنا إنه قيامة الرب يسوع هي محور إيماننا المسيحي. إذا ما كنا متفقين عليها معناها بالحقيقة ما عم نسمع للرب يسوع. ونحن نعرف إنه على هالمذبح يسوع بجدد عمل الفداء لإلنا ولو سرياً، يعني كل ما نحن نشترك بذبيحة القداس الإلهية يسوع هو بيننا. هل يا ترى نقبل إنه نشارك بهالذبيحة الإلهية كإخوة وأخوات وعدوا بيكونوا تلاميذه للرب يسوع؟ لهالرب اللي أتى عاش وعلم وقدم ذاته من أجلنا قبل كل شيء ومن أجل كل البشرية، لكن قبل كل شيء من أجلنا لازم نتذكر، نطلب منه يجمعنا بوحدة المحبة بالشهادة الحقيقية لإله في عالم ينتظر الخلاص بشفاعة أمنا مريم العذراء، جميع القديسين والقديسات، جميع الشهداء والشهيدات. آمين. بعد الطلبات إذا بتريدوا رح نجيب كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون مرتلة مع بعض. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا نرفع صلاتنا إلى ملك المجد وسيد السلام ليحل سلامه في كنائسنا في الشرق الأوسط والعالم، ويبارك المسؤولين فيها البطاركة والأساقفة والقصص والكهنة والرهبان والعلمانيين المكرسين والممسوحين بكهنوت المسيح العام، ليكونوا صناع سلام كل في محيطه ويتحقق العدل وتستقيم الحياة. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. نرفع صلاتنا إلى ملك المجد وسيد السلام ليبارك ويعضد المنظمات والحكام والمسؤولين المدنيين والعسكريين المحاربين للفساد والعطاش إلى البر والساعين إلى السلام، فيعلو صوت الحق والعدالة والمساواة فوق كل صوت وتتحقق العدالة لجميع المظلومين والبائسين والمضنوكين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. نرفع صلاتنا إلى ملك المجد وسيد السلام ليجعل قضايا الإنسان والعدالة والسلام في صلب حياتنا وإيماننا والتزامنا كل من موقعه، فتكون شهادة حق أمام الشعوب والأمم، ويتبارك اسمه القدوس في كل زمان ومكان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. نرفع صلاتنا إلى ملك المجد وسيد السلام، قوتنا ورجانا وملجانا
لكي يستجيب صلاة الضارعين والمتوسلين إليه من أجل المغيبين عنا المطرانان يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، ومن أجل كل أسير ومخطوف ومهجر من بلدان الشرق الأوسط ليعود إلى دياره ويسترد كرامته المسلوبة. كيريا ليسون. نرفع صلاتنا إلى ملك المجد وسيد السلام، لأنه جدير بل الحمد والشكر والإخبار بعظائمك يا رب. بين يديك نودع نفوس إخوتنا في الإيمان المنتقلين إليك، وبخاصة الأنبا بشوي الذي خدم الحركة المسكونية خدمة صالحة مع الذين استشهدوا في كنائسنا وبلداننا. كيريا ليسون. فلنتبادل السلام كعلامة لإرادتنا الشخصية والجماعية في العمل على إزالة كل ما يعيق إحلال سلام عادل يترجم في علاقاتنا مع أنفسنا وبعضنا مع بعض وبين كنائسنا نحن المجتمعين ها هنا الليلة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين. فلنتبادل السلام. طوبى وأفكاركم بالمسيح يسوع. السلام لكم جميعا أنتم الذين في المسيح. فلنصلي معا أيها الأحباء كما علمنا الرب يسوع المسيح أن نصلي، وبكلمات الترجمة المسكونية، يعني نقرأ مثل ما مكتوب: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الضروري للحياة أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد الآبدين. والآن هلم معاً نشكر الرب ونطلب منه أن نكون واحداً كما هو والآب واحد. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدا، كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا. أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل. وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك فنصعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد،
ولنجد فيك يا أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. أمين.